فريقان وليس فريق واحد فقط. هل ترى أن في تصريحات في مقالها صامويل إيتو هناك تلميح للجزائر أو استفزاز للجزائر؟ لا، ما استفزاز، ما تمليح، تمليح كما راك تقول استفزاز للناس، للناس اللي راهم مازال يهضروا غير على التيران. الناس خلاص راحت لجيري ليميني، مازالنا نهضروا على التيران. بركات التيران، قلناه مع الاول بلي لا بلوز ما كانتش في المستوى، خلاص فوالا بور لي دو زيكيب. شفنا الجيري كوت ديفوار ماركاو لنا 3 بيت والكاتريام اورجو، دونك سون تاريفي كري دي زوكازيون دو بيت، سجلوا لك. اليوم شفنا كوت ديفوار مصر في لو ميم في ميم ستاد لا ميم بولوز، شفنا دي زوكازيون دو بيت من جهه مصر من جهه الكوت ديفوار، شفنا بو ماتش. ما شتكاوش على لا بولوز، هما يلعبوا فيها ان بتي تونديكاب باسكو هما يلعبوا فيها. والكاميرون وقال لك لو بريزيدون ايتو بلي نا سامدي الكارت فينال يلعبوا هما التم. نعم، لو كان شافوها بلي فريمون مهلوكه ما يلعبش تما في بلاده، يبدل الملعب، فهمني؟ نعم. وانا نظن انا هاد الكلام على لابيلوز النهايه يفوت، تحبس هاد الهضره، خلاص دوكا نشوفوا المستقبل، سي تيرميني. ما خسرناش لابيلوز مهلوكه. نعم، ما خسرناش لان ما درناش المجهود باش نربحوا. هذا ما كان. نعم، علي بن شيخ. مزور عرفات رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قال يعني هو يرى ان الارضيه صالحه، قال براتيكابل، ولكن هل في منافسة عالية المستوى مثل كأس إفريقيا يجب أن يكون الملعب صالح كما قال، يعني هو براتيكابل وبس؟ أربيتراج ما كانش، الملعب سيتكلمنا عليه بزاف كم مرة، ولكن المقابلة الثالثة مع كوت ديفوار فريق منا تقنيا مستوى والجزائر تقنيا مستوى، ما كانش ملعب في هذيك المباراة الثالثة، خسرنا 3-0 3-1. نعم، ولهذا دروك رانا في الأمر كما قلت لك مع الكوت ديفوار ما كناش ملاح باش نفوتوا دوزيام تور، ولهذا الملعب ما تكلمش عليه الكوتش بالماضي، وزاد تكلم على توظيف الميدان ايتو، قال لك براتيكابل. انا نشوفها ماشي براتيكابل، مي صاي رانا في لاكوب دافريك، صاي نقعدوا نهضروا غير على الملعب. اليوم شفنا المقابله اليوم جابت مع المصري، الفريق المصري فاز اليوم. نعم، كان نورمالمون كانت المقابله كتصير في وضعيه فاز في ولكن مزور نقطه واحده، فاز بركلات الترجيح، يعني المباراه انتهت دون اهداف، ولكن شفنا فرص من الطرفين. طبيعي الفرص، شفنا مقابله، شفنا الملعب الكره تمشي. انا ما نلومش الكلام اللي قالها ايتو، قال لك، ولكن احنا رانا في الملعب هذا نظن بلي قبل كان سيء على هذا اليوم. نعم، اليوم كان سيء، اليوم كان حسن، الملعب كان شويه مليح. نعم، بارابور لي ماتش اللي فاتوا. نعم، مي في تروزيام ماتش يسري سي كوت ديفوار مع الجيري، لعبنا في ملعب واحد، ادفيرسير سي لا كوت ديفوار كانوا احسن منا، حنا ما درنا والو باش نفوتوا لدوزيام تور. نعم، فوزي موسوني قال يعني هو في تصريحات سامي ريتو نرى ان الديكلاراسيون تاعو يعني فيهم تلميح للجزائر، هذا لابد منه، ولكن وتحدث ايضا وقال قال انا كره القدم، وعندما يخسر منتخب يعني يعطي دي ديكلاراسيون اشو، يعني هو قال ان المنتخب عندما يخسر او يقصى يبدا يلقى في الحجج ويغض النظر عن السبب الحقيقي اللي خرجوا لي، ممكن يكون الاداء او شيء اخر. اظن انا كما يقول لك دوكا ايتو كي يتكلم على بلاده ويدافع على بلاده، صح احنا كي نهضروا على الميدان تاع الكاميرون، انا اظن كاين ثلاث بلدان في افريقيا، جنوب افريقيا، المغرب، وبالك مصر، اللي عندهم احسن الملاعب في افريقيا. نعم، ما تستناش تكون عندك لابولوس تاع نيو كوب ولا برنابيو باش تلعب ماتش. نعم، جو بونس باللي لي زيكيب اللي لعبنا معاهم تلك سيراليون ولا لاغيني ولا لا كوت ديفوار، حنا كي نكونوا اوت ايماجيني ربحنا دو ماتش وتكاليفينا، اسكو اليوم نهضروا على لابولوس؟ لو كان الجيري راهي في الكارت دو فينال، اسكو نهضروا على لابيلوز مالغري تكون امبراتيكابل؟ ما نتكلموش. انا الحاجه اللي عجبتني في جمال بلماضي ما هضر لا على التيران لا على الرطوبه لا على الحراره، مالغري كاين رطوبه وحراره. اليوم مقابله صرات ما كنتش فيها كليمينا، شوف واش اللي كان عندك مخصوص في المنتخب باش تهضر عليه. دوك ولا نقادوا الحجج، راك في الكاميرون، كاميرون بلد فقير وهكذاك عندهم كالكو تيران
دين دي غران بيي اللي عندهم لي الاخر ما عندهم لا غرياج لا والو ابار لا بيلوس تاع اللي لعبنا جابوما جو بونس توت لي كاتيران الاخرين سي دي بيلوس براتيكال اليوم مصر تكاليفيو ميم ميم لو كان مصر ما تكاليفياتش ماهيش راح تصيب الحجه تاع الملعب كوت ديفوار كليمينات ماهيش راح تصيب الحجه غدوه مع لي جورناليست ولا الشعب ديالها ضربه جزاء الحظ ما كانش معاهم تكاليفيو خاوتنا مصر مبروك عليهم بصح ما شفتش مصر ابار السينيغال اللي هضر على لو تيرا سيراليون كان قادر ياخذ ربعه مع الجزائر ما يتكلمش يقول لك ربحني بطل افريقيا غواغيني كان قادر ياخذ زوج ثلاثه مع الجزائر يقول لك ربحني بطل افريقيا لا كوت ديفوار لا ميم شوز اليوم لازم نعرفوا حاجه اسك حنا في الجيري لو كان ضمنا كاس افريقيا والملاعب مازال ما وجدوش اسك نقدروا نهضروا على التيران اللي عندنا نو عندك ستيفن ما عندناش ابار لي 5 تيرا لي غرون ساد لي لازم يوجدوا لو كان نحبوا ننظموا بطوله لازم الملاعب يكونوا جاهزين ولا ما كانوش جاهزين ما نقدروش نهضروا على بلدان اللي احنا ما عندناش ونهضروا على حاجه اللي تكون تخالف واش رانا نهضروا عليها ولا دوك ننتميو الى اوروبا ونشوفوا واش عندهم اوروبا ويكون عندنا واش عندنا اوروبا نهضروا على الملاعب ولا ما عندناش ملاعب كيما الافارقه ولا المغاربه ما نقدروش نهضروا على لي بلوس باسكو كيما قال علي تلعب في الميدان ولا علي الغازون انا لعب كونتر علي والغازون ماشي مليح علي وماشي مليح عليا القافز هو اللي يربح كيفاش نيغوسي لو ماتش هذاك مي سينو لا بولوس جمال قال حاجه مليحه ما كناش فيها لا كوب دافريك كليمينينا باسكو ما عرفناش كيفاش نحضروا لها لا كاليتي كاينه المنتخب كاين لا ديكومبريسيون هي اللي خلات المنتخب ما يكونش في احسن احواله باش نقوموا بمباريات في كأس أمم إفريقيا ونكونوا من بين أحسن المنتخبات اللي نقدروا نروحوا أبعد حد في هذه البطولة ونهزمنا الدرس خديناه إن شاء الله نكونوا في أحسن حوالنا باش نقابلوا الكاميرون عندهم ونجيبوهم للتشاكر باش نبينوا لهم باللي ولا كنا فريمو حنا من المنتخبات الأحسن نحيو لهم لكاليفيكاسيون في جابوما ولا في دوالا ولا في ياوندي ونجيبوهم للتشاكر نتكاليفيو نبينو لهم باللي حنا تعطرنا بصح مازلنا في منتخب محترم. نعم سي مر الان الى حمدي. حمدي يا صامويل ان اللقاء الكاميرون في ربع النهائي سيقام في ملعب جابوما. الملعب في وقت سابق قيل انه سيغلق بعد دور المجموعات ثم قيل انه سيغلق بعد مباراه مصر كوت ديفوار. ثم قال صامويل ايتو قال الملعب ستجرى فيه مباراة الكامرون. ألا ترى أن الكامرونيين أو الاتحاد الكاميروني تسعى لتبرئة ذمتها بخصوص هذا الملعب؟ أنا ايتو يقول لو كان الملعب سيئا سنلعب فيه نحن أيضا حتى يعني حتى نرضي الجميع. طيب الملعب لعبت عليه مصر النهارده كوت ديفوار؟ نعم. اوكي. الحجه بتاعه الارض خلاص ما بقاش احنا نقعد نتكلم فيها كتير. صحيح من العوامل الموجوده لكن في كل الاحوال رقم واحد انا مش عايز ان احنا هنا في الجزائر نتحامل كتير على الكاميرون علشان في وقت ما اذا ما اقيمت هنا البطوله ستجد نفس الانتقادات ونفس الـ ستكون مخزنه كل هذه الانتقادات وهذه الحمله موجهه. هذا الامر الاول. الامر الثاني علينا انا اقترح هكذا يعني انه ان نغلق صفحه خروج المنتخب الجزائري من كاس الامم الافريقي. انتهى الموضوع. لانه بغض النظر عن الارضيه عن الملعب ممكن هذه الارضيه فعلا تكون فيها شويه صعوبه لكن رقم واحد زي ما قال الكابتن رقم واحد ان المسؤول الاول كابتن جمال بالماضي لم يتحدث عن هذا كذا اسباب. ابدا اتكلم معاه ولا اناقش في الجزئيه دي لو قال ان دي من اسباب الخروج ولا ده اسباب الخساره ولا الاقصاء هو لم يتحدث وقلت ان اللي بيقول الكلام ده هو مدرب عنده ثقه كبيره في نفسه.